مرحبا بكم طوال 5:09 نقعد معكم حتى للسبعة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021. مرحبا باش نعملوا بكم دورة في آخر الأخبار باش نلخصوا لكم كل شيء اللي صار اليوم من أخبار باهية وأخبار باهية وأخبار باهية حتى كان خايبة نحاولوا نردوها باهية. احنا نفدلكم بكل شيء حتى بالحاجات الخايبة جوست تفهموا اللي هو تفدليك وجوست باش ما نكثروش ما نكد عليكم. وديما احنا نبداو بالأخبار الباهية. مثلا كوريا الشمالية باش نحكيو عليها بعد تعاقب مشاهدي لعبة الأحبار بالإعدام أو السجن مدى الحياة. سكويد جيم هذيك ما يلعبوش شد واحد مهرب هرب لهم السي دي ولا دي في دي ولا الله أعلم بي في فلاش ولا اللي هو حصيلوا طيحوهم اللي تهرب اللي هرب خذي الإعدام والأخرين خمس سنين وفما شكون مؤبد اي ما يلعبوش معناتها في تونس قريبا معناتها فيفا 2022 اللي يلعب 4-5-1 يعاقبوه بالحبس. فهمت لازمك تلعب ديما لاتاك كي منظر كبير فهمت نفس القانون نتاع السجن ماذا بيا عملوه لاي واحد يلقاوه مازال يتفرج في مسلسل عيشه فل زوز يشجعوا على العنف بطبيعه جوست عيشه فل يشجع على العنف ضد الممثلين اللي يمثلوا فيه حاجه ماسته وديما تتعاود. انا هو عيشه فل سفيان علاش مصر مسلسل سيت كوم صغير خدمت فيه هذا العام الاول سماح السنكري تعدى في الوطنيه تعدى وقتاش تسمح بها تجنو وقتاش صلاه التراويح حطوا صلاه التراويح بالعادي ماشي مادام نحكيو على العنف اليوم باهي هو عيشه فل يضحك مش يضحك ظروف سيبو ما تفسرليش ظروف قلت لي مش يضحك لا مش ما تقوليش تفسرليش الظروف. انا نقدم بروجي غلطة المنتج انا قدمت بروجي فيه حكايه معينه بعد بالفلوس ولا نقص هذه نقص هذه نقص هذه ولا شنو بلي بالفلوس يعني نقص الفانيت نقص الفانيت هو بالفلوس يكون ستياسيون تكون في الشارع تتنحى تولي في دار ما تعملش حتى في دار ما عادش تعمل كي يكونوا 10 مشاهد يضحكوا ولاو 3 يضحكوا مش يوليو يضحكوا تي هكا فما حلقات يضحكوا حلقات ما يضحكوش بهنا هو سيت كوم لازم كله يضحك ريت الفرق لهنا بين الفنان الكبير والممثل الكبير علاش مثلا اذا تجيش تقارنه مثلا كما نقولوا احنا مثلا لحظه اما تعطيني حتى اسم في تونس خاطر خاطر الكلهم خدموا سيت كوميت زباله اي نحكي لك برا هنا تو هذا ما عادش عادل امام معليش سفيان صحيت علاش عمره ما يولي قارنوه بالكبارات عمره ما يوصل للمرحله هذيك فهمت خاطر يقبل اي دور يجيه ضرب تو عادل امام تخيل انت المنتج يقول له نحي مشهد مش يقعد يخدم لا يقبل يخرج في ساعات تقبل ما قريتوش اصلا انت وسفيان سفيان لحظه هو يرفض باش يكون كعادل امام سفيان ما يحبش يبوس الممثلات كي يمثل معاهم كيما عادل امام ما جاكش ادوار سفيان في اغراء انا مش لعيبك سفيان رانا في القصه تفضل تفضل ما جاك حتى دور بتاع اغراء في السينما انا مش بتاع اغراء انا تخيلني انا مش نخدم فيلم بتاع شنو المشكله ماني شنو يعني باش يظهر خطوره ولا باش يحطوني مثلا هكا بتاع قصة حب نعرفش شنو كبيرة والناس باش تتحب لحظة كيما هذا كل عطاه ربي باش نفسر لك حد وجهي حد ما حليك وما بالك باش نفسر لك معناتها انت في لقطة اغراء معناتها انت تبدا متعدي وتشوف زوز نشوف زوز يغريو في بعضهم ان توكا اليوم اليوم مؤثرة نوفي قالها راهو بالحق راهو هي تنم على مشاكل نفسية وعقد قال لك انا وجهي نتاع واحد يعمل اغراء عليه ما عندكش ثقة في روحك انا والله ليش هتصالح مع وجهي ومع بطني ومع دنيتي ما يعطينيش عليه ما تجيش تكون حبيب ليش تكون بطل ليش بكون حبيب انا مش انا بطل نتاع في المسائل الحكايات هذيك واضح واضح العنف اللي استعملوا الناس يلا نكملوا عنا برشا خدمه وبرشا حكايات وبرشا روبورتاجات وبرشا مواضيع باش نحكيوا عليهم دونك بليل سايب شويه صوفي مطفي ديجا باهي نرحب بليل المساوي اللي نجم يكون روشيرشي في بلاصه ما يهزوه في باقه يهزوه في بوسيت ما يعملوش ان توكا البارح عطينيكم سر نتاع سفيان الدهش الحقيقه سفيان زرق بوتوكس مره واو اما بعد نهارين زريقة نفخت وقعد عادي سبحان الله مرحبا بك ربيب اهلا وسهلا بك بينا وفي المرحبا سفيان وبليل وناس الكل بيك عايشك باش نحكيو على برشا حكايات ولكن نمشيو توا للفيديوهات اللي عجبتكم كل واحد باش نختاروا شنو هو الفيديو لا اسكت خاطر نغزر للوقت اسكو نعديو البيب ولا نرجعوا فوالا
نعديو البيب ومن بعد نرجعو نتفرجوا في الفيديوهات. تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 9.2 بكم. بعد شويه الشيف سفيان باش يغني لنا باش يحكي لنا على عين السبانيوريه باش عين السبانيوريه حاجه هيله برشا. وبالنسبه انا باش نكشف سر قبل ما نمشيو للفيديوهات. نعم مثل مره دور اغراء سفيان مع ممثله اجنبيه بسته ومن بعد حطته تحت حيط. نفدكوا يا عرفت المره ذي مين نوع ذي مين جاي انا سباله. تحيه للسباله اللي تخدم معنا. يلا فيديوهات نبداو فيديو رباب. شنو الفيديو اللي تحكي عليه اليوم عجبك؟ اما اي في نتفرج اما كيما عودتكم ديما نختار حاجه تضحك هكا باش نجمع عليكم نعاود السيده المستمعين باش انتوما بيان سور خاصه كي تبدا مبنيه على التناقضات. دونك في الفيديو هذايا اللي باش نسمعوا تويكا ماذا بيك سالتها ديما كيما نقول لك توصف لنا منين الفيديو جبته وين تعدى معناتها للامانه المعنويه. اكيد جدا اخلاقيه المهنه ما زلت ما كملتش انا. دونك الفيديو هذا تعدى في الموقع نتاع الواقع التونسي اللي ديما هكا نختار منهم حاجات فقط تضحك. دونك انا حبيتك تقول الواقع التونسي باش نقول لك سيبوا شويه. كل يوم الواقع التونسي برشا من نحب نضحكهم انا الحاجات الوحيده تلقاهم غاديك فهمت. يلا سمعنا. دونك كي تسالت البنيه هذايا سالوها لانه تنجم انت تصرح الطفل ولا حبيبك اللي انت معاه بالماضي نتاعك وسالتها انه فما حب في تونس ولا لا. دونك هذا في البارتي الاولى شنو قالت؟ خلينا نسمعوا السيره. بالنسبه للحب صعيب برشا خاطر حكايه فارغه ما عادش تو باش احكي له ماضي والله يقول له هذاك الموجود يعني انت راضي بيا انا كهكا كشخص في الوقت الحالي انا شنو عجبك مرحبا نكملوا مع بعضنا ما عجبكش انت زاد بسلامه وحتى كان انا نحب نعفس على قلبي نتعدى عادي. نقول لك حاجه باش نقول لك كلمه باهيه انا يعني. ريتها المراه التونسيه من احسن نساء العالم بالنسبه ليا انا. مراه تونسيه رجله مراه تونسيه تكون معاها راجل تولي معاك 10 مراه تونسيه تلهي بها تلقاها كل ورده المفتحه. بالنسبه لنا احنا نساء تونس احنا واضحين برشا هذاك علاش العالم الكل مقلوب علينا في اطار كلام حلو. كلام حلو يعطيها الصحة سوف يمشي تروح يسر. لا على المرأة التونسية سؤال بكل وضوح لو تعرف امرأة يهمك ماضيها ولا لا؟ طب جاوب بصراحة ايه هذاك علاش خاطر الصراحة صعيبة شوية في البيت مادام تخمم دونك يهمك. ايه بون سا ديبون نوعية الماضي انا ك انا حبت ولا شنو كان الماضي وقعد ماضي كل ليله في بواطه وكل ليله مع انا وين بالبيت الليله ما نعرفش شنو تقول لي امبوسيبل فنان راك هكا استنى نقولوا فنان امشي انا شنو وانا واحده تمشي لبواطه انا الاخلاق قبل كل شيء والتربيه ما يسالش حبت قبل وخطبت ما تكتبش المكتوب ربي ان شاء الله يجيبها في الصواب ويجيبها للقسم. أما هذه كانت معنا فهمتي ولا أنا شنو؟ لحظة شنو؟ وهل لحظة هل كي خطبت يلزم تقابل خطيبها كي نهار لحد كي ياكلوا كسكسي في الدار؟ شادي فات قبل خطيبة خطبت حبية فوالا نحكوا على سامحني الأخلاق والتربية والأمانة يعيش خويا. واضح شنو اللي قلقك في كلامه؟ قال تمشي للبواطة يعني أي واحدة تمشي للبواطة معناها ماضيها خايب عيب. لا ما قالش هكاك ما قالش هكاك. أنا نعتذر نعتذر للمستمعين والمستمعات اللي يمشوا للبواطة بما كانوا هو بما فيهم سفيان يعني بما فيهم هو نفس الرأي بتاع بليل مش هذه المشكلة. قال بيه بليل لو تعرف طفلة
تسأل على ماضيها ولا ما يهمكش ما دامك انت معاها وهي عجبتك؟ بيان سور نسأل كما هي باش تسأل على ماضيها باش تسألين على ماضيها زود لازم يكون انت كي سألتك على ماضيها قلت كل الحقيقة جاوب نعم او لا باش نعرفك على ماضيها اي والله تعرفوا بالديتاي تو تعير فيا بيدي واضح ربيب لو تعرف طفل تسألوا على ماضيه ولا ما يهمكش؟ نتبادلوا الماضي باش نعرف شنو صار ياسر نتبادلوا اي ياسر ما يهمنيش قسمني نعرف الساعه لا نتبادلوا انا نعطيه الماضي علاش نتقاسموا عشان مع بعضنا اختار المفرده الصحيحه كيفاش نتبادلوا الماضي نسالك انا تو اي تفضل اعطيها بركه راجلي وش بكل صراحه بكل صراحه جاوبني كما اي طفله باش نعرفوا صراحتك لا بكل صراحة وقت اللي تحكي الماضيك على خطيبك ولا زوجك المستقبلي تحكي له كل شيء ولا فما حكايات زايد تحكيهم له لأنهم لا ما يقص عليه حد يعملوا المشاكل وقتانا اللي ما يعملوش مشاكل أنا صريحة إنسانة صريحة برشا دونك ما عندكش حكايات هذاك على الصريح لا بديتو عليش ما عندكش حبيب ما عندي حد في حياتي بليل مش هذا مشكلتي بليل العظيم عنده عام إلى وجلي في شكون تحكي له كل شيء أنا لا أنا صريحة دونك إجاباتكم كلها دبلوماسية واللي يسمع فينا تقريبا ما صدقكمش كمل ربيب دونك خلينا نكملوا البارتي الثانية وين حكيت وين حكيت وين قلت لك نسأل على الماضي ما يقلقنيش وين حكيت وين نحكي كلكم تكتبوا امشي اخزر هو يخرج بطل في الصورة ما يسألش هو يخرج بطل هذاك راينا احنا اعمل حصة رايكم رايكم ذلنا بعمل حصة وجاوب رايكم ككرونيكوريت في الدنيا مش هكا واللي يسمع فينا في الراديو يعرفنا اللي نحكيو في كلام إذاعة مش خرجتكم كذابة انتم كذابة تفضل خرجنا نغلطوا في الرأي العام تو تي ليه الرأي العام باش كذابة انا ما يقلقنيش ماذا كان كانت رقاصة قبل لي ما يقلقنيش الفرحة تحب هكا مش ما يقلقنيش مشدود على ترويج مقدرات تحكم عليه ب 12 نورمال مش هكاك تقول لي مثلا ما حكيت ليش حكايتي الكل فما حكاية في مين خبيتهم شدوا 12 مرة في انت على روحك انت كمل يا ربي خير وتدخل الجنة راكي والله العظيم قال يقال من مش راح يقعدش برشا في المسائل هذه انا تبدا انا كانت عندها ماضي فاسد مثلا وانت رجعتها للطريق المستقيم عايشه اجر اجر كبير زاد على ما يحكوا في الحوار زاد يلا يلا تو كملنا الفيديو نكمل الفيديو مواضيعنا الاساسيه تاع الفيديوهات في سمعتوها الفتاه الرشيقه كيفاش كانت تحكي على وجهه نظر نتاعها هي كسلتها انت مادموزيل هل انك تعيش في علاقه حب ولا ولا تنبي شنو هذا شنو كان الاجابه نتاعها قول لي عندك شكون فحيتك ولا ايه صبا صبا الحمد لله قلت لي الحب ما عاد شو اللي خليك تقول الحب ما عاد ساعه الكرهبه ومن بعد نحكي يولي حب ولا لا كي تجي الكرهبه تنقول لك وقت حب ولا لا والله انا ما يقلقنيش انا مهم ميكانيكو بالنسبه لي انا باش نرتاح توين من جملتين اللي قالت من الاول من الاول اذا هو التنيق ذو محلين انا شوف من حق اي طفله برجوليه زاد زيد اخويا تشد تشردها بنت الناس على سقيك انت وياه تاخذها تلبس 38 بليل لحظه لحظه بعد عامين سايبها تلبس 45 من برشا زيد ما قالش به ربح بليل لا اولا هي من الاول اعطتنا ما نعرفش كان انت تفهم ولا حاول تفهم ربيب في الكوليس انه اعطتنا التناقض ثانيا معناتها راهو 40% من التوانسه عندهم كرهب فما 60% ما عندهمش كرهب حاول تحترمهم لا فهمتنيش انا جيت مع البنيه اللي تحب تعيش تقول لك انا نحب نعيش في نيفو باهي معناها عندها الحق من رش انه تطمع ولا لا بنحب نشوف الكرهبه بعد نحبوا لي زاد الراجل اللي ما عندوش كرهبه يطمع في مرا عندها فلوس يحب يطمع في مرا عندها فلوس هكا الحياه انا خيانة كعرس ما عنديش برمي يصح مش ما عنديش كرهبه انا فهمتني اوكي بشويه بشويه الواحد تصبر معاك المراه وتصبر انت معاها شويه كيف كيف تنجم ربي نوب تنجم تعمل كريهبه كما نجم من الغالب هذيك واضح خرجتوا لي كلامي على السياق يلا صوفيا الفيديو نتاعك ايوه بالله انا الفيديو نتاعي نحب نقوله اليوم هو طلب منك سينوفر ماذا بينا امير الشعراء نحوه لا ولا برشا تاثر برشا تاثر من الناس بخلاف انه فما برشا رواد معناها قاعدين ياخذوا الفكره ياخذوا الفكره ويعملوا في شويه شعر الضرب ولا في لافينيسي كيفاش؟ مالها المراه جبدت بافل على الجاتا جبدت ميكرو تحت تشعر في الشارع في الشارع في لافيني راحت تلقينا وانت ورا باب فوق المقدله نعملوا في امير الشعراء اسمع شوف الفيديو شوف ولا واحد
واضح المهم تقول في الشعر خاطر مش واضح اما معاي الكلام مش واضح وبنا مناسبة هذا هكاك وحدة أنا فهمتي ولا جات في الشارع تحكي على الوطن واللي ما براشي ما جواشي قلت وش تأثرت هذه أمير الشعراء قلت رتحوها حتى نصيف الشهر إيش قولك أنت سيب بلال لا أنا أباي يصبحوش اللي تعمل اللي تعمل فيه هي في محمد الخامس اللي تعمل هي في هي في لافينيل اليوم ولا أمس وتشكر في الوطن وتشكر في قيس سعيد تعمل فيه أنت كل يوم معناه لهنا يا تشكر في قيس سعيد يا ودي شعر يحكي تحكي على الأزمة وال شو تحكي ها؟ انت اشعارك عشان ابرر كتب فيي انا هاو باذن قضائي الاحتفاظ بولي سيدي بوزيد وقبلي بعد ما هبط قبلها رئيس الجمهورية قيس سعيد امر الرئاسين يقضي بانهاء تكليف ولي سيدي بوزيد ولي قبلي معناتها هذوما حاجات مزيانين على الاخر خويا معناتها حتى كان انت ولي وتوقع تخدم هاو مع قيس سعيد انهاء تكليف وتم القبض عليهم ربما لقضية فساد ولا المصيبة مش غادية نوفا تعرف وين المصيبة بعد 25 جويلية قديش من قضية فساد برشا اكشف وليت وزراء بلي قبل 25 وين كان وينهم اللي يحكموا وينهم اللي يتشدقوا بمحاربة الفساد وين هم وين كنتم تم القبض عليهم على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في صفقات عمومية وسبق أن أصدر رئيس الجمهورية أمر بإنهاء تكليفهم مباشرة معناتها سمحني أنا باش نقولها بليل المقارنة هذه وقت اللي قيس سعيد قالوا له راهو فما زوز ولاد متهمين في قضية فساد مباشرة أنهى تكليفهما باش يتم القبض عليهم الركو السيد محمد عبو كيفاق بوزير مورط في دادليس حادث مرور قالك مش وقته نأجلوا الموضوع شوية ولهنا تفهم شمعتها واحد يحب يحارب الفساد وشمعتها واحد عمل منها رسميل يدور به من وسيلة اعلام لوسيلة اعلام بعد يخرج في وسيلة اعلام اخرى ويسب وسيلة اعلام الاخرى ومن بعد يمشي لها وسيلة الاعلام اللي سوا حاصله ما تفرق باللي عمل منها رسميل وهمي وباللي يحارب فيها بالحق معناتها وفما وزراء زاد حاليين كانوا تشدوا في قضايا الفساد يلا بليل اي سيدي انا الفيديو نتاعي اخترته من برنامج على ال بي سي لبنان انا يعجبوني برامج ال بي سي وفي لبنان بصفه عامه يعجبني الجو نتاعهم خاطر اما انتهيت لل بي سي كنت ناجح اكثر اي لا والله لا بديت ترجع بشوي بشوي فما ام تي في تو اللي محليهم برامجهم هم عندهم فدلك ساعات اللي كانت تعملها في تونس تتخذ البلاد فهمتني اما عندهم ما عندهمش ليميت ديما معني فما جو اما البرنامج احمر بالبنت العريض بالخط العريض يجيب حالات غريبه جدا نسمعوا الحاله ذي مثلا بتصيبه بالعين او ضحيه صيبت عين لا بسب العين بتصيبي بالعين بسب العين بتصيبي اراديا او لا اراديا اراديا بتصيبي يعني بشوف مثلا حدا بتطلع فيه هيك بصيبه بالعين بوقعه اي حوادث صارت معك وخليتك تاكدي انك بتصيبي بالعين طلعت مره بالتاكسي شفت جزدان عجبني طلعت فيه هيك انقطش الجزدان قامت اجت صاحبته قالت لي عجبك الجزدان قلت لها انا قالت لي مقدم قلت لها والله صبت لك اياه بالعين قلت لها شو بدك مصاري انا بعطي هي المرأة ذي بالحق جيب شكرا على قصانة جيبوا حلقة شكون يضرب بالعين بالحق كلهم يضربوا بالعين هذه واحدة قتلوا أنا نضرب بالعين إراديا هاي تخزرك سفيان قتلوا اللي نقول حاجة اللي نحبها ولا نحسدوا عليها ولا كذا نعطيه بالوقت جزلين نعرش صبات سيبيلين معتها نلزمني نصدق والله نقول لك حاجة لازم عنا واحد في اللوزة ورسل ميمة عنا واحد في اللوزة يا بلال مش ضربة ضربة مش ضربة مرة سيدي هيك النقل الريفي يقولي هو اخزر البلاك اللوزة هيك قاعدة هيك اخزر سفيه قلب مش تقولي نجم اللوزة خط غادي هيك النقل الريفي وكله أصفر وخط بالأزرق أصفر ونار تاقيني ما خدموش متعادي هو قال اخزر ولا تقول ترى بتاع الشلبة الشلبة مين صفر درجين أول مرة يجينا المرور اللوزة لما الكل مغر رخص والله خلينا من الفضل كان عشان نحكي لك حكاية أخرى أحكي لك عبد المو ياخو بالعين والأخو جابوا ليك ما حبش يوريه بالفجع ما حبش يخليه يشوفه ما أنا زخينا يجيه ويخبوا الولاد عادي يجي السلام
تي وينو هذا خشوفو قولوا له راك اخي قال ما تقولش شنو تقول بلاد اني نخرج وتخبر سخنا زين على الطبيب يا لطيف هو راه وش يقول والله انا ساعات تصير برافو سفيان المره هذه حكيت حكايه فيها قفله برافو والله والله انا ساعات تصير اللي يبدا في الكهرباء نسوق ولا بدات على سقين نخزر الحاجه مش بنيه اني باش نضرب مثلا والله مره صارت لي مراه مسكينه ماشيه في الكيس لبسه طالون انا واقف في الفو بالحق هي تعديت مخي سارح خزرت طلوت الموج ويد عرفتك قلت يقطع صابه كيفاش نجم تمشي بيه والله ما زدت والله جيت على وجهها ما عنده في تونس نوفل لي ستار الكل يخبي وجوه صغارهم مشهورين علاش اما برنامج كيما هكا ياسر كوميرسيال ولبنان ياسر بزنس كوميرسيال ومعناتها شنو هي برنامج انا نضرب بالعين كان نحب معناتها علميا ومنطقيا ما تجيش واضح بعد شويه دونك شوف هي حصه نتاع فدليك ولكن باش نحكيو على الطفله اللي ماتت بعد عمليه تجميل من طرف الطبيبة التحقيق وكذا 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 وتوا معناتها يشوفوا جثتها من طرف الطبيبة ماتوا عندها ناس اخرين وديما يقول لك سكتة قلبية هل هناك شكون يحمي في الطبيبة هذه باش تقتل العبيد وفما طبيب اللي ما غير ما يعمل تحاليل تخيل انت تعمل عملية من غير تحاليل دونك باش نطرحوه في ربع ساعة ما نكثروش عليكم الكوبي الموضوع هذا